ها شباب تسمعوني هسه واضح؟ نعم، طيب هسه ردوا لي قيمة اتش 1 ايش قد طلعت عندكم؟ 1402 اوكي اتش 2 1600 هي ضبط اوكي 1003 اتش 3 العفو 1700 اتش 3 3 500 500 و 530 نعم و اتش 4 1700 1700 اتش 6 اللي هي تساوي اتش 7 300 300 ماشي. هسه انت وجدت كل المعلومات اللي تحتاجها، كل الانثالبيز اللي تحتاج، تمام؟ هسه نجي نقرا السؤال، شو يريد من عندنا؟ هذا كل اللي احنا بعد ما شايفين هو شو يريد. فايند اول شيء ان ذا سايكل، يريد كميه ماس فلورنس مال السايكل. ايش نعطينا معلومات؟ ايش نعطينا معلومات؟ نعطينا الريفجريشن كاباسيتي ايش قد؟ 100 طن. الريفجريشن كاباسيتي هي شو تساوي لنا؟ ام دوت دلتا اتش، صح؟ يا دلتا اتش يا دلتا اتش ايفابوريتر اللي هن 7 و1 بالضبط. اتش 1 موجوده عندك، ناقصا اتش 7 موجوده عندك، ماس فلوريت انت تريدها، الكاباسيتي نعطيك اياها 100 طن. المعادله مالتي اذا عوض 100 طن تصير صحيحه لا؟ لا قلنا لازم نحولها. ليش شلون نحولها؟ نضربها 3.5 516 نضربها في 3.517 عفوا راح تطلع عندنا بالكيلو وات. فاذا الماس فلوريت مثل ما هنا انا حالي لكم اياها كاباسيتي تساوي لك الماس فلوريت اتش 1 ناقص اتش 7 ضرب 100 في 3.516 على اتش 1 ناقص اتش 7 طلعت كميه الماس فلوريت اللي هي 0.3057 كيلو غرام على سكند. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني power consumption in each compressor. من اجي اشتغل يريد كميه الباور لكل ضغط. الباور هو قانونها شنو هو؟ ام دوت دلتا بس لما اريد مثلا ما الضغط الاول او اللو ستيج حتصير اتش 2 ناقصا اتش 1. من اريد ما الضغط الثاني او الهاي ستيج اتش 4 ناقصا اتش 3. اوكي؟ اذا اريد الباور التوتال نضربها بال شو اسمه؟ 1 2 ناقص 3 ناخذ الوسط. لا 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 الباور شو اسمه؟ لا انتبه هنا أنا لا تغلط. لا تغلط. نضربها بالام دوت ولا بالام دوت ولا بالام دوت ولا بالام دوت. الباور الاولى اتش 2 ناقصا اتش 1 في الام دوت هاي انتهينا. الباور الثانيه اتش 4 ناقصا اتش 3 في الام دوت. من اريد الباور الكليه راح تقول باور 4 ناقص 1 زائدا باور زائد 2. بس ناخذ من الاربعه للواحد. اثنيناتهم اكو بيناتهم مبرد بيني. لو ماكو هذا المبرد البيني واثنيناتهم على كونستانت اتش 1 وحده تقدر تقول قلنا 4 ناقص 1 4 ناقص اتش 1. بس بما انه صارت عندنا هاي الخسفه او خلينا نقول الرجوع او الزحف بالمكان هنا اللي بالسوبر هيت ما تقدر تقول 4 ناقص 1. تحسب الباور مال الاول تحسب الباور مال الثاني وتقول الاول زائدا الثاني. هاي هي الباور الكليه. فهنا انا اجي احسب لك الكومبرشن عفوا كومبرسر باور لللو ستيج ام دوت اتش 2 ناقص اتش 1 طلع لك اول قيمه. كومبرسر باور الهاي ام دوت ار اتش 4 ناقص اتش 3 ماس فلوريت في الدلتا اتش طلع. واضحه هذه؟ تزيد الباور الكليه ايش راح تسوي؟ راح تجمع 45.86 زائدا 51.97 نقدر الكلية مع المنظومة. إذا قايل مثلا بس مع المنظومة قبل أخليها أقول M dot H2 ناقص H1 زائد H4 ناقص H بالضبط داخل. تقدر أو تقدر تفصل يعني أنت ما خسران إذا فصلت سويت سطرين يعني ما تأثر عندك. واضحة؟ نجي هنا إلى ال
مطلب الثالث heat rejection in water enter cooler، يعني الحرارة المطروحة من نان ايش قد هي حتساوي لك؟ حتساوي لك M dot في H2 ناقص H3 M dot refrigerant H2 ناقص H3، هاي هي الحرارة اللي نطرحها من نان مو؟ نعم اوكي واقع من الرسم هاي طلعنا. مطلب اللي بعده displacement volume in both low and high stage compressor. إزاحة. ال displacement volume. ال displacement volume هي شو تساوي لنا كقانون؟ كقانون شو تساوي لنا؟ هي تساوي لنا الماس فلو ريت في ال specific volume. صح؟ صح. مو؟ الماس فلو ريت هي موجودة عندك. بس لازم توجد specific volume بنقطة واحد. وبيا نقطة ثلاثة لا أربعة لا ليش أربعة؟ نقطة واحد ونقطة ثلاثة دائما نقطة الدخول، فبالنسبة لنقطة الدخول المن للكمبرسر الأول نرجع على الرسم، من هي نقطة الدخول للكمبرسر الأول؟ واحد. من هي نقطة الدخول للكمبرسر الثاني؟ ثلاثة. فترجع على رسم مالتك، هذا هو الخط باعه، هذا الاخضر اللي هيك صاير، راح تشوف يا كيرف اللي يمر بنقطه واحد هاي سبيسيفيك فوليوم بواحد، تضربها في الماس فلو ريت حتطلع لك الديسبليسمنت فوليوم للكمبرسر الاول. تيجي هنا بنقطه ثلاثه حتشوف يا سبيسيفيك فوليوم ديمر، تضربها في الماس فلو ريت اللي هنا مال نقطه ثلاثه راح يطلع لك الديسبليسمنت فوليوم للهاي ستيج. فهنا باللو ستيج بنقطه واحد يطلع 0.9 سبيسيفيك فوليوم، بالهاي ستيج راح يطلع 0.2 اللي هي بنقطه 3. يعني كانما بنطلع فوليوم وفلو ريت اللي هي متر مكعب على سكند. اوكي مطلب الاخير هو طبعا هنا ما كاتبه لك، هو رايد السي او بي، دائما نطلبها للسي او بي. سي او بي ايش راح تساوي؟ حتساوي لنا الكاباسيتي على الباور مو؟ كاباسيتي هو ناطيه 100 في 3.516 على الباور. هنا لازم توجد الباور التوتال، ما يصير تقسم المال الايفابوريتر على فقط باور واحد او الايفابوريتر على الباور مال الكمبرسر الثاني، لازم باور توتال، خلي في بالك لازم باور توتال. هنا كاباسيتي نعطيك اياها، وحسبت الباور الاولى وحسبت الباور الثاني اجمعهن وعوضنا هنا بالمعادله، طلع عندك سي او بي 3.593 اللي هو اكبر من واحد، وهو هذا اللي احنا نريده. واضحه هاي شباب؟ واضحه. اكو سؤال عليها؟ ايوه دكتور، ماذا قصدك؟ نعم اسال. صار بس السي او بي. السي او بي، السي او بي يا حسن هي شو تساوي لنا؟ قانون السي او بي شو يساوي لنا؟ استاذ قانون السي او بي يساوي لنا الورك شوب. لا يساوي لك الكيو مال ايفابوريتر. نعم دكتور. مال الكومبرسر. تمام؟ نعم دكتور. هو ايش قد نعطيك الكيو مال ايفابوريتر؟ ارجع للسؤال. نعطيك اياها بالبدايه. صح؟ نعم دكتور. وانت حسبت الباور مال الكمبرسر الاول وحسبت الباور مال الكمبرسر الثاني صح؟ نعم دكتور. زين انا اريد اسمها هي سي او بي للمنظومه، يعني لازم اطلع الباور مال المنظومه. باور المنظومه هو يساوي لك الباور مال الكمبرسر الاول زائدا الباور مال الكمبرسر الثاني. فالباور مال الكمبرسر الاول انت حسبتها المعادله 45.86، باور مال الكمبرسر الثاني اللي هي 51.97، اجمعهن طلعت لك الباور الكلي. عوضها هنا، عوض الكاباسيتي اللي هي الكيو مال ايفابوريتر اللي نعطيك اياها 100 طن، بس لازم تحولها للكيلو وات فتضربها في 3.516، اقسم هذا على هذا يطلع لك 3.5 اللي هي قيمه السي او بي. واضحه يا حسن؟ نعم دكتور. اوكي، اكو بعد سؤال ثاني؟ بس المطلب الاول صار عندي فيه مشكله. المطلب الاول اللي هو الماس فلور ايش بيه؟ ما يعني شويه تخربط عليه. ليش يتخربط عليك؟ ليش يتخربط عليك؟ يوسف يوسف لو احمد احمد استاذ احمد ابو شهاب عيني، انت من تكتب
تحسب الكاباسيتي. الكاباسيتي شو تساوي لك؟ ماس فلوريد اي H1 ناقص H7. حلو. H1 موجودة عندك؟ اي موجودة. H7 موجودة عندك؟ H7 اي هم موجودة. هم موجودة. ماس فلوريد هو رايدها مجهولة. تمام؟ تمام. زين. الكاباسيتي ايش قد نعطيك اياها؟ مية طن. احسنت. بس انت ما تقدر تعوضها هنا بالطن، لازم وين تحولها؟ تحولها للكيلو وات. شلون تحولها للكيلو وات؟ 3.516. فهسه عوض هنا 100 في 3.516، عوض H1، عوض H7، منو بقى المجهول الوحيد؟ ماس فلوريد. اذا ماس فلوريد تساوي لك هذا المقدار تقسيم هذا المقدار. هذا المقدار. وضحت عمودي؟ وضحت. تمام. اكو بعد سؤال شباب؟ اكو بعد سؤال؟ لا ما في. ماكو سؤال. ها خربطت كل بعض. صارت هوسه مو؟ ها شباب؟ شفت الرسم امامكم؟ صارت هوسه مو؟ شباب تسمعوني؟ شباب صوتي واضح؟